بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة في بعض الكلمات وبعض الصفات. هنقرأ الأول الكلمات وبعدين نقرأ الصفات ونتعلم نكتب جمل بسيطة، وعندنا تدريب بسيط. أول كلمة ليك، 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 بحيرة. مونتين، 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 جبل. ووترفول، ووترفول، waterfall، شلال. ocean، 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 محيط. دي كانت الكلمات النونز، الأسماء اللي عندنا. وبعدين ننتقل للصفات. wide، 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 wide ممكن تكون اسم وممكن تكون صفة. ممكن نقول إن هو عريض أو العرض. هنا طبعا هنقول إنها إيه، هنا صفة نستخدمها إن هو عريض. big، 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 كبير. deep، 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 عميق. high، 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 يعني مرتفع. بنشوف مع بعض الأسماء هنا. nouns، ocean، mountain، lake، waterfall، والadjectives أو الصفات عندنا big، كبير، كبير الحجم، deep، wide، عريض، وعندنا high، مرتفع. طيب نشوف الجملة. Lake Nasser is a wide lake in Egypt. بحيرة ناصر هي بحيرة متسعة العرض في مصر. Lake Nasser is a wide lake in Egypt. هنا عندنا الadjective، عندنا الصفة wide، وبعدين عندنا noun lake. طبعا هي يعني الصورة بعيدة شوية، الكلمة بعيدة شوية، مش تحت، مش فوق الصفة مباشرة، لكن a wide هنا الadjective ولake الاسم. يبقى a wide lake، a wide lake. ممكن نقول a lake is wide، a lake is wide. يعني معنى كده ان احنا غير اللغة العربية احنا بنقول مثلا بحيرة عميقة او كبيرة او عريضة، لكن في اللغة الانجليزية بنقول العكس، a wide lake. هل ممكن نكتبها بترتيب تاني؟ طبعا هنقول a lake is wide. طيب نشوف جملة كمان. Mount Catherine is a high mountain in Egypt. Mount Catherine is a high mountain in Egypt. الجبل طبعا جبل كاترين is هو جبل مرتفع في مصر. ممكن نقارنه بكل جبال مصر ونقول انه هو اعلى جبل؟ نعم، ممكن نقول Mount Catherine is the highest mountain in Egypt. احنا هنا بنوصفه وبنتكلم عنه لوحده، لكن ممكن نقارنه بكل جبال مصر خاصة ان هو اعلى جبل. نعم، ونقول Mount Catherine is the highest mountain in Egypt، لان هاي صفة قصيرة فبنزود لها the في البداية طبعا وبعدين est. طيب فين بقى الصفة وفين الاسم؟ high الصفة ومountain الاسم. واحنا خلاص عرفنا ان الصفة بتأتي قبل الاسم في اللغة الانجليزية. طيب تعالوا نشوف مع بعض بقى ايه، نعمل sort the words into nouns and adjectives. بنصنف الكلمات الى اسماء وصفات. عندنا كلمات هنصنفها لاسماء وصفات. اول كلمة عندنا هي waterfall. waterfall هي noun. big adjective صفة. mountain جبل هي اسم. وبعدين عندنا wide عريض. adjective lake اسم. high مرتفع صفة. ocean محيط اسم. بعدين عندنا deep عميق صفة. old كبير في العمر صفة. river river يعني النهر اسم. bridge يعني جسر او كوبري اسم. ولونج طويل صفة.
يبقى احنا عرفنا في التدريب البسيط ده ان احنا نصنف، نعمل sorting the words into nouns and adjectives. طيب نشوف بعد كده، عندنا تدريب بسيط وده الاخير في الدرس النهاردة. نشوف مع بعض التدريب ده، نتعرف على، نراجع الكلمات اللي احنا درسناها، الاسماء او الصفات. عندنا صورة، يا ترى ديت ليك او waterfall؟ بنفكر هي ليك، صحيحة فعلا. طيب نشوف اللي بعدها، هنا عندنا صورة، يا ترى ليك او mountain؟ ليك او mountain؟ طبعا هي mountain. طيب الصورة اللي بعدها، عندنا صورة واضحة، طبعا الصورة دي واضحة، نقول waterfall او ocean، الاتنين فيهم طبعا مية، لكن طبعا الصورة واضحة ان هو waterfall. طيب الصورة اللي بعدها، عندنا ocean او high، عندنا هنا اسم او صفة، طبعا هنا عندنا ocean، واضح ان هو المحيط. وبعدين عندنا السهم ده بيقول لنا طبعا هي، وعندنا deep او wide، ممكن نستخدم الاتنين، wide لو احنا قلنا هنا، لو غيرنا الخط ده وخليناه خليناه بشكل اخر، وهنا رأسي خليناه افقي، هنقول وايد ان هو عريض، لكن احنا هنا عاوزين نقول ان هو ديب، عميق. طيب وبعدين عندنا ايه؟ عندنا هنا النهر، بنقول يا ترى هو هاي او وايد؟ طبعا هو مش مرتفع، هو هنا عريض، او بنتكلم على العرض بتاع النهر. طيب اللي بعده، عندنا فيل، يا ترى هنقول ليك او بيج؟ طبعا الفيل هنا هيكون ايه؟ هيكون بيج، كبير الحجم. بشكركم ونلتقي ان شاء الله في الدرس القادم. لسه في عندنا تدريب كمان، انا اسف احنا في رقم 6. عندنا هنا البيلدينج، المبنى ده هنقول عليه وايد او هاي؟ طبعا هنقول عليه هاي.